مش اللي بدينا فيه الموسم يعني، او اللي بدا في مباريات لاحظنا في مباريات كثيره، لا ما مش هو فنجا. نفس الشيء تكون بداياته في المباراه جيده، ولكن مع استمرار الوقت تحصل هناك في تراجع مع تميز في لاعبين، ولكن اليوم كان الاميز لاعبين نادي صحم، خاصه الثنائي جوهر اليوم اللي عمل الشغل الكبير اليوم صراحه. نفس الشيء بالنسبه فهد، وانا في وجهه نظري ان هناك في غرائم المدرب، وقدر انه المدرب انه يتعرف بشكل سريع على امكانيات اللاعبين. المباراه هذه اعطت مؤشر جدا جيد لصحم انه يقدر يروح الى مراكز كبيره، وعطت مؤشر خطير لفنجي اللي عليه مراجعه كثير من الامور. يعني اذا تكلمنا اليوم بالنسبة للصحم بعد أكثر من هزيمة، ولكن قدر إنه يرجع في توقيت في وجهة نظري إنه مناسب إنك تعود البطولة وتكون غريب من فرق المتصدرة في جدول الترتيب. هذا الشيء يحسب لكل القائمين على الفريق، سواء كإدارة سواء نفس الشيء كلاعبين. اللي لاحظنا اليوم يعني حالتهم المعنوية جيدة، لاحظنا تكاتفهم مع بعض شيء جيد، وأكيد هناك إنه في عمل من قبل الجهاز الفني والإداري. إذا استمر صحم بهذه المنهجية، أنا أتوقع إنه صحم رايح يروح إلى أماكن بعيدة في الدوري، يعني بشرط إنه تكون في استمرارية للعمل، ما يتوقف العمل عند حاجة معينة أو نوقف على مستوى معين، يجب إن هناك تكون في مضاعفة للعمل وللجهد، ونفس الشيء بالنسبة للمتابعة في تنفيذ كثير من الأمور. فنجا ممكن يستفيدوا، يعني لا زالت في جولة قبل التوقف، يجب عليهم إن الرجوع بأسرع وقت. احنا لاحظنا انه في عندهم اشكاليه يعني كجزء فني، اشكاليه اللي هي في خط عمق الدفاع. لاحظنا هذا الشيء، وكان مبين حتى للناس القائمين او المسؤولين القائمين على الفريق، يعرفوا ان هناك في مشكله، يجب ان هناك يكون في تحرك للفريق في سد هذه الثغره صراحه اللي تكلف الفريق الشيء الكثير من جوله الى اخرى. فالف مبروك لصحم، هارد لك لفنجا. طيب محمد اسماعيل رحب فيك، ونتحدث عن هذه المباراه، ونبدا من وين ما انتهى ابو حمد عن مشكله فنجا. فنجا 8 أهداف في اخر 3 مباريات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عليه 8 أهداف قصدي. امس عليكم الاستديو ومس على المشاهدين الكرام. نعم ابو تركي، احنا تكلمنا امس ان فريق فنجا يعني صحيح انه فريق كبير وفريق عنده حلول هجوميه كثيره، لكن ما يعيب الفريق في هذا الموسم خط الدفاع بعد اصابات، يعني بعد كثره الاصابات وخاصه في العمق الدفاعي. نتكلم عن عبد الله القصاب ونذير، يعني كان لهم تاثير كبير، وهذا ما وضح خلال هذه المباريات. اليوم الفريق نعم تلقى 3 أهداف، واتوقعها كلها كانت من اخطاء دفاعيه فاتها، وخاصه في العمق الدفاعي ما كانت هناك ذيك الرقابه ولا كانت هناك التغطيه الصحيحه. لاحظ ابو تركي الاهداف اللي جان، خلينا نتكلم عن الهدف الثاني. الجلبوبي يركض من 18 الى 18 وواجه لاعبين، هو لا زال متجه الى المرمى. كان يعني هذه بديهيه في كره القدم، يوم لاعب يخترق لابد انه يكون في فاول تكتيكي. نعم، تعرقل اللاعب على الاقل، تمنع خطوره اللاعب قبل ان يوصل الى المرمى. يعني اللاعب يعني جرب الكره من 18 الى 18 بدون، يعني مع انه تقابل مع امتياز عبد المعطي، قابل مع محمد المسلم، كان مفترض انه يكون يعني ايقاف لفهد الجلبوبي، هذا ما شاهدناه. ناهيك عن الرعونه في خط الدفاع، ابو تركي نتكلم عن الرباعي باستثناء محمد المسلم اللي صحيح. كان لا يعني شوي كان الابرز في خط الدفاع، استطاع انه يقطع كم كره كانت خطيره. في المقابل ابو تركي انا بارك لصحم هذا الفوز، صحم اليوم قدم من افضل مبارياته في هذا الموسم، فريق اليوم شاهدناه فريق منظم، فريق يلعب بروح عاليه، اليوم ظهرت امكانيات لاعبين صح، وخاصة الثلاثي نقدر نسميه الثلاثي المرعب فهد الجلبوب ويعقوب عبد الكريم ومحسن جوهر. ما شاهدنا هذيك الاخطاء الدفاعيه اللي تعودنا ان نشاهدها في دفاعات صحم. نعم. الفريق اليوم ابو تركي انت تشوف المباراه ويعطيك ان صحم كان فريق منظم، فريق منظم ما كانت هناك اي اخطاء، خاصه في الخط الخلفي. اذا تكلمنا عن حتى في خط الوسط كانت هناك في ادوار من فكتور من حارب، اللي صراحه حارب كان من احد نجوم المباراه والجندي المجهود، يعني عمل مجهود جبار اليوم في قطع الكرات في التمرير، حتى لو الهدف الاول اللي سجله صحم
كانت اساسا هجمه لفريق فنجي، استطاع حارب اقطاع الكره ويمررها لمحسن جوهر. بشكل عام ابو تركي فريق صحم اليوم قدم مباراه كبيره، يعني المباراه تشهد عوده فهد الجلبوب بعد ما كثر الحديث عن فهد الجلبوب. صحيح. اليوم فهد الجلبوب يرد ويرد بقوه من خلال المستوى اللي قدمه فهد الجلبوب. تكلمنا عن عبد يعقوب عبد الكريم اللي انتقدناه، يعني انتقدناه فتره طويله ويعقوب ما قدم هذاك المستوى. اليوم يعقوب يرجع لمستوى المعهود، استطاع ان يسجل هدف، حتى المجهود في الهدف ابو تركي، يعني الكره كانت ضربه ركنيه، السبرنت اللي قطعها يعقوب من 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 المرمى لا موصل الى المرمى، هذا يحسب ليعقوب. واكيد عوده يعقوب لمستواه وعوده فهد الجلبوب اكيد تنصب لصالح صحم ولصالح المنتخب. طبعا محسن جوهر احنا تكلمنا عنه كثير، لاعب دائما يوم يكون في المستوى دائما ما يعمل الفارق في صحم، وهذا ما شاهدنا اليوم، كان نجم يعني بكل معنى الكلمه، سواء بالتسجيل او حتى في صناعه الهجمات. وانا ابو تركي لا زلت اكرر، لابد محسن جوهر ياخذ فرصته في المنتخب، احنا نحتاج في منتخبنا لاعب بمستوى محسن جوهر، لاعب صانع لعب على مستوى عالي، هذا اللي احنا نفتقده في منتخبنا، لاعب يعني بالامكان انه يصنع لك فرص، بالامكان انه يسجل لك، بالامكان انه تستفيد منه حتى في الكرات الثابته. اكيد اليوم رساله 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 قويه يوجهها محسن جوهر ويعقوب عبد الكريم وفهد الجلبوبي للجهاز الفني في المنتخب. في النهايه يعني فوز مستحق لصحم، ولابد من فنجة أن يراجع حساباته في الجولات القادمة. نعم، هذا ملخص للمباراة، وشاهدنا يعني أكثر من هدف، وهنا لقطة الهدف الثالث، تمرير رائع من محسن وتوقيت أكثر من رائع للفهد، وكالعادة فهد يحتفل بطريقته الرائعة وقصة شعر الجميلة هذا الجديدة اللي غير الستايل السابق، صار ما شاء الله عليه يعني أناقة أكثر في الفهد. أبو تركي بعد في نقطة اليوم اللي ميز فهد الجلبوب، احنا تعودنا فهد الجلبوب يعني يقدم يعني مجهود كبير، لكن ما تحس انه فيه يعني ينصب مصلحه الفريق، لكن اليوم كان مجهوده انصب لمصلحه الفريق، يعني جماعي كان اكثر، جماعي اكثر، يعني انه يعني الهدف الثاني اللي سجله صحن من مجهود جبار قام في فهد الجلبوب، الهدف الثالث تحرك فهد ومراوغته للحارس. محمد سؤالي لك، مع العوده المتوقعه لعماد الحوسني، يعني المدرب بيضطر يضحي بلاعب بوجود عماد، لانه حاليا يعتمد عليه يعقوب، وخلفه ثلاثه يعني اقرب لاربعه اثنين ثلاثه واحد، العبد وفهد ومحسن وامامهم يعقوب، شو تتوقع الافضل والانسب قياسا باللي شاهدناه اليوم من اداء؟ انا والله ابو تركي شوف، اتمنى الاستقرار له دور كبير، يعني احنا شاهدنا صحن من خلال ثلاث مباريات، مباراه الكاس ومباراه الشباب ومباراه